اذا كان هذا كان هذا اليوم هذا اليوم الجمعه الثمانين هو اذان بعوده الحراك باذن الله وعوده قويه ليس فقط عوده وانما عوده اكثر مما يتصورون ومما يتوقعون اليوم كان هناك زياره في موضوع اخر هنا زياره ما يسمى بوزير الخارجيه بوقادوم الى باماكو حيث ذهب للقاء ال... كما يسمونهم الانقلابيين هذه هي الصورة قدوم مع أحد ضباط الانقلاب العسكري إخواني الانترنت راهي ضعيفة جدا مرة أخرى أقول لمن لا يستطيع أن يشاهد الآن سيشاهد فيما بعد فلا يكون هناك أي قلق إن شاء الله سيصلكم هذا الفيديو مهما كان في نهاية المطاف سيطلقون الانترنت ولو متأخرين لكن لا لا اشكال في ذلك وزير الخارجيه ابو قدوم اذا بعد مكالمه ماكرون امس لتبون بسرعه يرسلوا ابو الى باماكو رسلو بالرغم من انهم نددوا نددوا بما سموه الانقلاب العسكري في في باماكو لم تندد الجماعه الحاكمه في الجزائر بالتدخل الفرنسي لم تندد بمقتل عدد من الماليين قبل شهر ونص في مظاهرات كانت هناك اطلق عليهم الرصاص لم تندد بالاعتقالات لم تندد بذلك بل لانها لم تندد بالتدخل الفرنسي والسيطره الاستعماريه المباشره الان في فرنسا في النيجر وفي مالي اكثر من ذلك العصابه السابقه والحاليه يعني لان هي عصابه واحده نصف العصابه في السجون ونصفها مع تبون العصابة تساعد الفرنسيين في احتلال مالي وإرسال بالقادوم لأن القيادة الجديدة في باماكو العسكرية هذه لديها انزعاج كبير جدا من فرنسا وتريد يعني في بعض مطالبها يريدون للفرنسيين أن يغادروا مالي ماكرون وفرنسا لا تجد نفسها فقط في وضع حرج في ليبيا بعد الهزيمة النكرة التي تلقاها حفتر هناك قبل حوالي شهر ونص أو شهرين ولكن أيضا تجد نفسها في وضع حرج في مالي بالرغم من أنها حركت مجلس الأمن والولايات المتحدة والمجموعة الإفريقية والعصابة نتاعنا في الجزائر كلها باش يندوا بما حدث في باماكو أنا شخصيا لست مع الانقلابات العسكرية ولكن كما قلت المرة الماضية يوم حدث هذا الانقلاب أو هذا التغيير في باماكو قلت يومها من أنه إذا كان الهدف منه الالتحام مع الثورة الشعبية في مالي وتسليم العسكريين الحكم إلى المدنيين الماليين فإن هذا أمر جيد بشرط أن لا يبقى العسكر في السلطة إذا بقوا في السلطة فمعناها أنه مستبد يبدل بمستبد وانقلابيين يأتوا بدل انقلابيين وهكذا الانقلابات لا تخدم الدول إلا في حالات نادرة جدا شفناها في سوار الذهب مثلا في السودان في الخمسة وثمانين حينما بالفعل التزم بتسليم الحكم للمدنيين وسلمه بعد عام بالضبط إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان رحم الله عبد الرحمن سوار الذهب كان من العسكريين العرب الحقيقيين القلائل الذين وفوا بالكلمة بعد الانقلاب شفنا أيضا في موريتانيا حدث شيء شبيه يعني قام به يومها جنرال يسمى فال هذا فال سلم فيما بعد الحكم إلى بعد أن أقدم على الانقلاب على جنرال كان في الحكم بالفعل سلم اعتقد بعد سنتين سلم الحكم الى حكم مدني. لم يطل طويلا في موريتانيا لوقع عليه انقلاب. وحدث شيء شبيه في في البرتغال مثلا في ال 74 كامثله، لكن عموما الانقلابات العسكريه ليست هي الحل. اللهم الا اذا جاءت كرافد مساعد لثوره شعبيه قائمه والهدف منها هو تمدين الدوله وليس عسكرتها كما يحدث في كثير من بلداننا إذا ذهب أبو قادم هناك في الحقيقة في مهمة لخدمة الاستعمار الفرنسي ليس أكثر نظام جزائري ما زال يقدم مساعدات لعسكر مالي الذين يقتلون القبائل قبائل الأزواد الساكنين في الأزواد سواء كان قبائل عربية أو ترقية أو مختلطة أو يقتلونهم والنظام الجزائري يساعد هذا الجيش الذي يقتل شعبه مثل ما فعلوهم في التسعينات اليوم ايضا فيه خبر على تسليم مساعدات هائلة الى النيجر اعتقد 200 طن من المساعدات ارسلوها الى النيجر النيجر حكومة اللي فيها اليوم هي حكومة تابعة للفرنسيين وللامريكيين